كيف ترى تداعيات تمرير الموازنة بهذا الشكل المقلق كما يصفه البعض، يعني وبهذا العجز المالي، خاصة في ظل وجود تخوف من زيادة الاقتراض الخارجي لتعويض هذا العجز المنصوص عليه في الموازنة، وبالتالي تقع البلاد في هذا المأزق، مأزق أو فخ الديون الخارجية؟ هو راح يكون الاقتراض 9 تريليون خارجي، وقد يكون من أقل الاقتراضات من السنوات السابقة، لكن العجز 63 تريليون شنو راح يتغطى؟ 23 من خزينة الدولة، 23 تريليون من البنك المركزي، 5 تريليون سندات وطنية، 3 تريليون من خزائن المصارف، و9 تريليون من الجهات الخارجية وبعضها مستمرة جايكا وغيرها. فبالتالي 63 تريليون وثلاث سنوات الموازنة، انت هالسنة خلاص استنفذت الخزينة، ما عاد عندك ولا فلس فائض، كلها سحبتها صرفتها 2023. سنة 2024 مين حتجيب 200 تريليون وانت قار موازنة ثلاث سنوات؟ 25 مين تجيب؟ يعني احنا نخاف من الحلول العرجاء المالية، وبعض المقربين من الحكومات صار لهم 20 سنة عندهم شي أفكار، بس يقترح تخفيض سعر الصرف من جديد، ونرجع لدوامة السياسة النقدية اللي هسه شوية بدنا نستقر بها، أو يجيك واحد يقترح بيع أملاك الدولة. هاي اللي هي أملاك الدولة تقدر بثلث العراق. يعني ده أتكلم، هاي أملاك موجودة مو أملاك بعدها مخصصة. لا، املاك تمتلكها الدوله تقريبا ثلث العراق، هذه اللي اطماع عليها. طبعا اذا انباعت في ظل الفساد اللي احنا بيه تنباع ب 5% من ثمنها. قد يقترحون هكذا حل، يدزون قانون للبرلمان، يا بعدنا عجز والموازنه تقاريها، هاي املاك الدوله حطوا لنا اياها نبيعها خلينا نصرفها رواتب. هذه حلول احنا نخاف منها. فالمنطقي في الموازنه انا برايي ما تتجاوز 150 160 تريليون. اللجنه الماليه تقول 175 معقوله، لكن مع صندوق يعني هم يحاولون اللجنه البرلمانيه الماليه تلغي جميع الصناديق. احنا نريد نحافظ على صندوق التنميه اللي هو ب 1 تريليون، حقيقه ضد ارائنا. الراي كان المفروض ب 20 تريليون من هذه الازمه، بدل النثريات 20 تريليون حتى يحافظ على المشاريع الاستثماريه ما تتلكئ. سنه الاخ ما عندنا ايرادات تتلكئ المشاريع، نرجع نفس الدوامه، تتلكئ تندثر نرجع نصرف. فهذا الصندوق كانت هذه الفكره منه، فنسعى على عدم الغاء هذا الصندوق.